المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. عندما نقرأ عنوان هذا الفيديو ربما نتخيل أننا نتحدث عن وحوش شرسة تفتك بلحوم البشر والحيوانات، ولكننا نتحدث عن البشر الذين خالفوا الطبيعة وجاءوا بأكثر الطقوس وحشية وحرمانية في العالم، فأصبحوا أبعد ما يكون عن الإنسانية. تعتبر قبيلة كرواي من أغرب قبائل العالم. تعيش هذه القبيلة بالقرب من حوض نهر بارازا في غابات بابو في إندونيسيا، وتتميز هذه القبيلة بكونهم عراة لا يضعون أي ملابس على أجسامهم، بالأضافة إلى كونهم يسكنون منازل تبنى خصيصا على قمم الأشجار، وتصنف من ضمن القبائل آكلة لحوم البشر. فقد تصل ارتفاع منازلهم إلى 30 أو 50 مترا عن الأرض، ويعيش سكان هذه القبيلة على الصيد ولا ينزلون إلى الأرض إلا للصيد فقط، ولهذا نجد في بنيان أجسامهم قوة عضلية كبيرة في نصف جسدهم العلوي نتيجة لتسلق الأشجار وضمور حاد في المنطقة السفلى، لأنهم لا يمشون إلا نادرا. ويعيش سكان القرية على الآلات البدائية، وكأنك تشاهد فيلما يحكي إحدى قصص العصر الحجري بكل تفاصيله. فهم يستخدمون الحراب الحديدية والشفرات الحادة التي دخلت مجتمعهم حديثا، وتعتبر منازلهم مجالا خصبا للدراسة من قبل العلماء والباحثين في بنائها وفكرتها وارتفاعها الشديد عن الأرض. وآخر تعداد لسكان هذه القبيلة وصل إلى 3000 نسمة، وتعتبر آخر القبائل الآكلة للحوم البشر في العالم. وتعتبر الأكلة المفضلة لتلك القبيلة هي المخ البشري، ويفضل أن يتم تناوله وهو ما يزال دافئ. ويعيش أفراد تلك القبيلة فوق الأشجار من أجل أن يحتموا من الأعداء. تعتبر قبيلة كرواي من أغرب قبائل العالم. تعيش هذه القبيلة بالقرب من حوض نهر بارازا. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.